فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله كتاب الصيام، قال: تأويل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الإمام رحمه الله: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا، إلى قوله تعالى: الخيط الأسود. قال: ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب، فقال: هل من شيء؟ فقالت امرأته: ما عندي شيء، ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت فوضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا، وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. وتعالى الله جعل فلا أحل لكم أن لا تستام الرفث إلى نسائكم. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن المطرف عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: هو سواد الليل وبياض النهار. هذا الحديث حديث عظيم بين لنا فيه القصة ما قاله البراء بن عازب: أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس. هذا كان عليه في أول الإسلام، في أول ما كان في الصيام أمرهم، كانت شريعة، فكان إذا لم يأكل بعد غروب الشمس أو يشرب أو يجامع ليس له أن يأكل أو يشرب أو يجامع، يعني إذا نام انتهى الأمر إلى يوم إلى مغرب اليوم التالي. فلما دخل عليها أبو قيس بن عمرو على امرأته وهو صائم بعد المغرب، قال: هل من شيء؟ وقلنا أنه لو نام يمنع من كل شيء. هل من شيء؟ قالت: ما عندي من شيء، ولكن أذهب ألتمس لك شيئا. فذهبت فنام، لما نام قام. فطبعا هي قالت فيه، بعض الوقت قالت فيه وقالت في هذا، قالت فيه وقالت. فبعد ذلك طبعا ما أكل ولا شرب ولا اقترب، حتى وكانوا عمال أنفسهم وعمال الأرض، حتى كان النهار أو الظهيرة سقط أغشي عليه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نزلت الآية العظيمة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فكان الأمر هنا في إثبات النسخ، وفيه أيضا إثبات أن الأكل والشرب إلى 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 طلوع الفجر، بالليل طلوع الفجر، نام أو لم ينام، نام أو لم ينام، وله أيضا من الليل الجماع، نام أو لم ينام، لقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفثوا إلى نسائكم. ولم يقل في ذلك أن نمتم أو قمتم، لأنه قال يعني أحل لكم ليلة الصيام، لكم لا تصيام الرفث إلى نسائكم. وفي الحديث الثاني حديث ابن حجر، هذا الحديث له قصة، وهي قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، لما قرأ قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: أخذت عقالين أسود وأبيض وضعتهما تحت الوسادة، فظللت أكل وأشرب حتى عرفت التفريق بين الأسود والأبيض. فلما عرض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قفاك لأيه؟ لعريض، إن وسادك العريض. هم قالوا قفاك، لكن هو قال: إن وسادك العريض. قالوا: بيعرض بغبائه، وهذا خطأ بين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، النبي لا يفعل ذلك مع أصحابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك حقا، قال له: لو كان كما تقول لكانت الوسادة دي إيه؟ سدت السماء، لأن المقصود بها بياض النهار وسواد
وسواد الليل، بياض النهار وسواد الليل. وهذا فيه مسائل كثيرة جدا. أولا أنه كان يفعل ذلك وأكل وأشرب حتى تطلع الشمس حتى يتبين له، فمعنى ذلك أن الرجل كان لم يكن صائما حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أعد، لم يقل له أعد الصلاة، أعد الصوم، لم يقل له ذلك، دلالة واضحة جدا أن الصوم كان بقي على ما هو عليه. الفوائد المستنبطة: إثبات النسخ، رحمة الله بالتشريع، رحمه الله حل لكم لا تسوم الرفض إلى نسيكم هن لبسوا لكم أنتم لبسوا هن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. مفهوم الغاية: حتى، هذه مفهوم غاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد يقال أيضا تفسير القرآن بالسنة، لأنه قال هو بياض النهار وسواد الليل، وسواد الليل، وفيها أيضا ساعة الشريعة، ساعة الشريعة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.